بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم بدر مستر فيفا السي. قبل 6 شهور تقريبا لعبت مع اي طرب دوحه ممدوح، تويتر حق عندك في الشاشه، كان معي الفريق الازرق، خسرت عليه مبلغ وقدره، طبعا بعته بنفس المبلغ واكثر شوي. فاز علي فيه فريق منتهي، فريقه كان منتهي وفاز علي. طبعا جت الكومنتات، اللي بدا يستهبل واللي بدا يذب واللي بدا حتى يسب، واللي طبعا من باب الادب والاحترام ما رد على احد. ف ما تتخيل كميه القهر اللي داخلي. حاولت اتحدى ممدوح كذا مره بعدها لكن يرفض، يعني فهذا زاد فيني غبنه. كلمته مره في تويتر وما عبرني، كانه ما شاف، عرفت الاسلوب النظام هذا. القهر فيني لا يوصف، فمره هايط في تويتر وارسلت تحدي وقبل، لأني والله منقهر من هزيمتي ذيك اليوم إلى الآن، قسما بالله في قلبي. هذاك الفيديو الوحيد اللي ما تمنيت ينجح في قناتي هو أكثر فيديو مشاهداته، لكن كل ما فزت وكل ما لعبت أونلاين يا ناس، ضحكته في بالي بالله ما تقهر ضحكته، ما أقول إلا جاهز اني اخذ المليون وامشي. يو سام واللي تحدى يا ويلو تبي ابيض ولا اصفر؟ ابيض يا حبيبي، يلا يا ويلو وداحم يا ويلو. اتمنى اتمنى تعطيني الهزوجه هذه بعد المباراه، اتمنى انك تكون بالرواقان هذا بعد المباراه. عرض لك لاعب برونزي من الان طيب ولا؟ يو سام بضغط سام، انا بضغط وش عرض لاعب؟ ايه عرض لاعب بضغط. اعطيك مواصفات الحين ولا؟ اهم شيء انك مضغط. الله عليه، يلا راح. شوف يا صاحبي، شوف روح، هذه الزكاة كبير زين سام. يو كاسر وداحم. لا رباطي داحم، ايش فيك؟ اخف عليك ولا؟ الو وداحم، العب يا صاحب، العب. يو الله يا نمار، روح. لا حكم، من كسرت الكسره اللي صار وانا داري انك منتهي يا اخي. خشوا على اثنين، تخلني أشرق. تعال شو مهدي يعني ولا؟ انت يا شيخ سلام علو. أجرك أنا، يا أجرك. إيش فيك قصيت؟ يو أوسكار حبيبي سام. لا داحم. ألا فيك يا بعد يا شيخ؟ مقبل تحت رجلي و... يعني الحين هذه تصريفة، خذ قول، يلا خذ قول. وشو شفتني أنا أقول؟ تدري آخر واحد سواها معي إيش صار فيه ولا ما تدري إيش صار فيه؟ علمنا ورنا، يلا القم يا حبيبي القم، وخل عنك التميلح. ها يا شيخ تندم على الحركة ذي، صدقني تندم. تعال. صح يا حكم، أخي مشي اللعب يا أخي. صح، لا فاول واضح يا أبو. إيش قاعد ضغط أنت يا أخي؟ يبي يمشي ما يمشي اللاعب. يا الله سام، ما اسمك؟ هذا حظ الغشيم، انا اروح المدرب. وين المدرب؟ اترك مدربنا في حاله يا ابوي. شوف لي عاده في كاميرا ثالثه يا اي ولا ما في؟ اوكي اعطني حظا وارمني في اليم يا اخي، هذا مشكلتي اللي يقول حظ.
مشكلك ما تعرف وش الحظ ولا ما كان قلت حظ. الحين حاجرك غاسلك غسل باب واحد قاعدين نلعب يا حبيبي على دحديره يو تسلل هل الكره كبير علي اخ يا قلبي بس الله عليك الله حلوه يلا اعتبرها واحد واحد 2-1 من كثر الاهداف ما عرفت ايش تيو قلبي بس تعال تعال الكوره يا شباب خصم منتهي مشكله منتهي وقاعد القمك يعني يا اخي شف يا اخي تسلك, تسلك. يا حبيبي أصرت ممدوح لا تعليق والله لا تعليق على إيش يا أخي على أهدافك اللي مدري كيف تجي وش فيها أهدافي ما فيها شيء يا حبيبي لعب بس حول الله الله عليك شوف شوف الفكر هنا وين الفكر خطأ من التسلل وين الفكر بس وشو أقول وين الفكر خطأ من التسلل حبيبي شوف الدزة كيف خطأ من التسلل يا حبيبي إيه لو واحد غيرك تسلل يا حبيبي بس شوف كيف الكرة صفر شوف صحيح حكم يقرب لي ايش تبي ما اقول شيء اذا يقرب لك عاد هذا شيء ثاني شوف ترى انا دائم اللي يتقدم علي يروح غلطه اللي كنت متقدم انا احيانا الهزوم يلا 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 صح عليك تكفى فرنانديز يا حبيبي هذه اسمها دزه شوف هذه اسمها حطه مو بتاخذ خطأ من تسلل تقول الله ومدري ايش يا رب صح اقلب سريع وقل له ايش في اكل ارجاء الملعب انت تفوز علي يا ممدوح فريق ازرق انت ايش فيك ساكت وين الهزيج اللي تو عطنا الهزيج ما اقدر اقول شيء والله ليه وشو حظ ولا وشي بس بالضبط لا تعال يا حبيبي ما يكون هذا ها يا الله يلا 4-2 اوكي العب حلوة العب المرتدة يا حبيبي سم هدي اللعبة عشان ما تصير مرتدة زين رجعوا لاعبينك خلاص ضيع وقت يعني ولا يلا عجبنا مرتدة قام مرتدة واذا هذا قام ضيعت وقت تعبت وانا اقول لك ايش والله يعورني اصبعي على القير يمين وارقص ايوه لا تعليق لا تعليق وشو ممكن تضغط يا بوي وشو المشكله اللي معطيك قبل الجيم خلني افضحك عند العيال معطيه ترى يا شباب مليون كوينز عشان ايش عشان يسوي فريق ويضبط اموره واخرتها يا اخي ذا الفريق المخيس يا اخي ما تبي تجي جول يا اخي كيف تبيني العب بالله لانك ما هديت في الفرق تهدي اقعد اعلمك بعد تم والله اقعد اعلمك اسالك انا رد علي وانا اكلمك اقولك رد علي يا حبيبي واللي تحدى تكفى قطع الكوره يا بعدي بل انت صح صح كرت وش بس كرت فيها كرت هذه وش اللي فيها كرت السوا ادري لا تسألني قلها طيب اهم شيء ديفيد لويز الله يا ديفيد لويز يا اخي قديم انت على حركة تسويها فيفا 9 فايز عليك يعني 5 مدري 6 كم النتيجة لا 5 فايز عليك 5 فألعب معك في شغلات جديدة يعني وش المشكلة عشان يعرفون الناس يا الله يتمالحوا علي هذا مستوى ممدوح حقيقي هذا مستواه ضدي حق لك ما لي واضح انك متنرفز وزعلان
الله. لا لا يا حبيبي في سحر هنا. سحر. ما أقدر أخذ كرة. وش ذا يا حبيبي؟ ألعب ألعب. صحيح حكم. أبو أبوك يا سيح. أم القار يا أخي. لا كيف يبين يلعب بلنتي؟ ما أدري وش هو، ما أدري كيف صار بلنتي. يلا مرتدة ولا عادي؟ أنت عندك، أنت عندك يجوز حلال. أقول أقعد أقعد وخر. حكم شو ايش قلت؟ ايش قلت؟ اسدح مره ثانيه هنا يا حبيب. يا اخي ما في جول والله، ما راح اجيب جول. استغفر الله العظيم، ما راح اجيب جول. اتحرف تبي اجيب على نفسي هدف؟ اما الحاله يا شيخ. يا حليلك يا ممدوح، يا حليلك. خلي الكره والله، ما في امل. المباراه ذي غير محسوبه. انت شايف انه طبيعي اللي يصير؟ حكم 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 والله اخي مظلوم من التحكيم. وش وش الموضوع؟ التحكيم مظلوم؟ ايه صدقني مظلوم. كيف يعني؟ ترجع لك يا اخي، شيء مو طبيعي والله. ابو دحم ها وش السالفه؟ شوف فريقك داخل بيعنف. ليش ما بتروح؟ ما بتروح تقدم الكرة؟ تعال تعال، خلي الكرة، خلي الكرة. والله ما تمشي معي. الله يا دب الدويس. تعليق حكم حكم، عطني فاول. خلني لا، ما بقى صراحة اجيب عليك الا فاول، يعني جبت عليك الظاهر كل شيء ما عدا الفاول. لا تعليق، هذا اللي يقدر اقوله. جود جيم. ما عليه ما عليه يا صاحبي، ما قصرت. ايش فيك زعلان؟ عطنا هزوجة يا شيخ، نفس اللي قبل المباراة. ما قصرت. اغرب مباراة لعبتها في تاريخي في الالتيميت. يعطيك العافية يا صاحبي، ما قصرت. لا تكلمني ولا تكلمني.